السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا الغزالات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحة؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وبصحيحتكم تكوني صحيحة يا ربي، آمين. قبل ليك يا أختي يا أغلى متتبعة كتشوفي فيا دابا، نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم بديت معاكم الفيديو البنات مع الصباح، بقى روينا دايرة بيا، بقينا البنات بيوتي مجمعتهمش، يلا نوجد بناتي، خاصني نوجد جنات مع حكيمة، راكم عارفين تا فطرت هنايا البنات وتا وكلت حكيمة وغسلت ليها ودرت ليها الحليبة ديالها. عاد خصكم جيت كنجمع في بيت بناتي وفي بيتي. اش بغيت نقول لكم البنات، بزاف الاسئله كيقولوا لي كيفاش كديني مع حكيمه. البنات راه اش نقول لكم، التربيه صعيبه. دابا حكيمه عندها عام وربع شهور، الله عاد كتمشي ليا، باغات تكتشف هنا وباغات تجبد هنايا، هي حاجه كتدخل ليا الصالون كنقول لها هذه ما توصليش ليها. والله البنات راهم كيفهموا الوليدات من العام كيبداو يفهموك، كنقول لها كتبقى تشوفي وكتضحك، عارفاني ديك الحاجه راه عزيزه عليا وما باغاكش تقيسيها. المهم البنات، اما جنات وصابرين ديجا هذوك البنات ولفتهم، يعني ما الاول علاش عوضتي الوليدات؟ هاد الحاجه عزيزه عليا وما تقيسوهاش، هاد الحاجه خاصها تبقى مقاده وتبقى متيوله، صافي كيولفوا الوليدات. هادشي اللي كاين الغزالات. وحاجه اخرى بالنسبه لبغيتي تنظمي وقتك وعندك ثلاثه الوليدات، حاولي يا اختي نهار في السيمانه دوري على الدجاج كامل، مره في السيمانه دوري على الركين، لان البنات ويوميا انا كنسيق داري، يعني يوميا كندوج، مره ندوج في ناشف، المهم حيت داري نقيه كندير من يومين يومين كنحاول نسيق. او البنات على الاقل مره في السيمانه سيقوا الدويره. وتقولوا لي اللي هنا في الطليل ما عندناش فين كيمشي الماء، لا البنات ديروا غير شويه الماء وشويه جافيل وحكوا ومسحوا بالجفاف باش تبقى الدار نقيقيه صافي. هنا البنات المهم كل نهار كتبحال هكا كديري حاجه، والله البنات الدار كتبقى نقيقيه، غير كتجمعيها صافي، كتجمعي هذوك الحوايج مع الوليدات. دابا كتعود للمدرسه صافي الدويره كدوزي عليها بواحد الجفيفي في ناشف، تمسحي شويه الغبره بالزربه، ها هي الدار كتكون نقيقيه ومتولاها. البنات راه خليتو داكشي تراكم عليكم، خليتو الحوايج يتراكموا عليكم، الروينه البصح يتراكم عليكم، الدار اش نقول لكم ما تعود حالتها. المهم الغزالات انا راه ملي شفتو غنبدا دابا بقاو معايا وغتشوفوا هنا غنبدا نسيق ودربوا على الضو ديال الجليج نقيق يا البنات. ولكن كيف قلت لكم واليوم حاولت نسيق الحمام، هذاك الحمام الابيض اللي حيت كنستعملوه بزاف هو اللي كيدخلوا لي بناتي بزاف كيوسخوا ليا، هذاك البنات كنحاول ندير ليه يوميا تسيقه ناضيه ونمسحو مزيان بجافيل. هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. المهم نظم بيتي ان شاء الله وغنشارك معكم الغديوه ديال نهار اليوم، وخليكم مع فيديو اليوم، وشكرا لكم بزاف ولهلي خطيكم عليا. وما تنسايش اختي ما تنسينيش واحد اللايك بعدا قبل ما تكملي معايا الفيديو، ضغطي لي على داك واحد اللايك اختي. ونخليكم اخواتي مع الفيديو. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، روح معك يا لا إله لا معبود غير ربنا المقصود، صاحب الكرم والجود بسط اليدين الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا قوي لا أقوى لا ملاذ في البلوى غير سامع شكوى ربنا العظيم الله. لا طبيب لا شافي لا مجير لا كافي غير عالم الخافي ربنا اللطيف الله. منك رزقنا المكتوب محصي عمرنا المحسوب، منك رزقنا المكتوب محصي عمرنا المحسوب، طالبين يا مطلوب طالبين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
عليا لا تخف يا مزاجنا نطلب الغفر الغفر الذنوب الله ربي واصلح الأحوال بارك. ورجعت لكم الغزالات ديالي صافي من بعد مجمع الدار شطبتها اللي تطويتها جمعت بيت بناتي هو نظمته البنات بيت بناتي اللي كيصبح لي صراحة مع بناتي الباندات كنبرك بحق مشات الجنات كتبرك حكيم الديع عليا في الباندات ممكن كتكون فيه الروينة صافي جمعتو ودست هنا البنات كنصيق كيف ما كتشوفوا البنات لا شفتو كيبان لكم الشليج نقيقي راه كيف قلت لكم راه جففت يوميا دوزت جفيف يوميا راه الدار كتبقى نقيه. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي على هذا الجفاف هذا واش البنات هذا هلا كي خديته جربته قلت باش ما بقاش نقيس ايديا الماء الحمد لله مزيان جاني مزيان البنات كيبقى الشليج نقيقي حاولي تشطبي مزيان تشطبي مزيان صافي وهاد الجفاف راه زوينه البنات بالنسبه للبرد اللي ما باغاش تقيس ايديها الماء غزالات رجعت لكم بعد ما جمعت الروينه اختي دزت هنا غنوجد الغداء لان مي با مشاو دوز واحد الفيزيته وغيجيو يتغداو معايا البنات دزت هنا البنات كنت غندير ليهم خضيره مسلوقه في مسلوق صحيه هذيك المرقه مرقه مرقه كتطلع لينا في الراس وخاصه انا راجل عزيز علي غمس ولكن البنات ما كياكلوش ليا بناتي. المهم هنا كيف ما كتشوفوا عندي البنات اش كيقولوا لي سفرجل جتو هذا من المغرب متتبعاتي راكم عارفين اللي جديده معايا جتو معايا من المغرب البنات نقيت ليه عزيز عليا نحيد ليه الجلده كيف ما كتشوفوا صافي ودرتو هنا بالزربه كيطيب ما كياخذش وقت كثير ديجا جربته ما كياخذش وقت كثير صافي هنا البنات جبت شويه الدجاج كيف ما كتشوفوا البنات حطيتو هنا يتقلى درت عليه العطريه العاديه سكنجبير الخرقوم الثومه واحد جوج ريوس وهنا غندير البصله صافي هنا بقى كنسلق في اللوبيا سلقت الروز سلقت الروز البنات سلقت البطاطا هنا كنسلق في الباربة حتى هي جتها من المغرب حتى هي البنات كنسلق فيها قطعتها وقطعتها رقيقه باش طيب ليا في الزربه ما تاخذش شي وقت كثير صافي غنخلي هنايا تجي يجي تقلى عندي على خاطر البنات حيت باقي الوقت ما درت لها ملحه لا والو حيت الدجاج غاسله بالملحه وكنحاول نقص الملحه على حساب امي خاصه امي طنسيو البنات كنقص الملحه الملحه كنقص ولفت دابا نسو شويه البنات كنحاول نقصو من الاحسن نقصو شويه الملحه صافي غزالات رجعنا لكم من بعد شويه البنات اللي كيسولوني على الكوكوط وشحال شريتيها في المغرب شريت 9000 ريال البنات وبزز بزز 9000 ريال شي كلشي غلا في المغرب ما غلا وكلشي غلا الله يحضر السلامه اللي شاريه شي معن فازت اما دابا الله يستر الشوا صافي هنا البنات دست وجدت الشليده ديالي كيف ما شفتوا بالنسبه للخضره البنات نسمتها غير بالزيت العود شويه الكمون شويه الابزار نسمتها اكثر هي بالكمون البنات والربيع قطعتها قطع صغيره وشويه الخل وشويه هذا وشويه المليحه صافي هادشي اللي كاين الملح انا ما كنكثرش كيف قلت لكم البنات صافي هنا بالنسبه للباربه تاع هي سلقت درت لها نفس العطريه اللي درت في لا في البطاطا ولا في خيزو ولا صافي وغندوز البنات هنا نظمه هنا راه واخا كوك الروز راه اش نقول لكم البنات درت في هذيك السوبيره ومع جنات زكاي هداي زكاي وانا نقلبها عاد قديتها ايوا هانتوما البنات كان هذا هو الطبيسيل كيف ما شفتوا ديال الشلاضه وهنا غندوز هنا رجات لميمه وجبا صافي غندوز البنات نحط الغديوه كيف ما شفتوا نحطوا بعدا الشلاضه ايوا تناكلوا الشلاضه على خاطرنا وعاد نوض نحط المايق حيت على حطيتها غتبرد ايوا هادشي اللي كاين الغزالات اللهم اديمها اللهم اديمها نعمه وفضها من الزوال والمهم الغزالات تهلاو في وليداتكم راه الوليدات البنات راه كاين بزاف الاخوات اللي كيملوا ويطلع عليهم الدم ويجيهم العكاز البنات شوفوا وليداتكم ديما وليداتكم تهلاو في وليداتكم حيت لما تهلاتيش في وليداتك شكون غيتهلا فيهم الله يسر ليكم والله يسهل على كل وحده يا ربي امين. المهم خليكم اخواتي مع الفيديو صافي هنا قريت البنات شويه البطيطه مقليه بومي ما كياكلوهاش غير بناتي وصافي
وبالنسبه للجيش طيبته البنات اش نقول لكم، خليته طاب على خاطره. هنا راه ما كنت غداو حتى لجوج ونص، يعني الغدا عرفتو معطل. نقصت البوطه البنات على بوطه مهيله، قولوا هذاك الجيش طاب غير في هذيك البصيله، عرفتو طاب على خاطره. جا ما نقولش لكم البنات، جا زوين وجا ملابق وطاب على خاطره. جا الله يعطيني الصحه. نشكر راسي اختي، يقول لك ما نتسناش الناس تشكرني، تشكر راسي بعدا. ولكن راه باينه والله الا البنات مريقه جات زوينه صراحه. وبالنسبه لهذا شكون اللي ما عزيزش عليها الصفرجه اللي انا كنموت عليها البنات، توجه زوين وبزربه كيعطي مخاضله وقت كثير لا والو. وكانت هذه هي المريقه ديالي اختي فيها الطبيسي لاختي، عرفتي الطبيسي تحلى الدوم نعام. وكانت هذه هي غديوتنا البنات. خليك لي يا غزالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا غزالي هنايا الغزالات. قبل ما نحبس معكم الفيديو بغيت نكمل لكم الغزالات الفيديو هنايا. من بعد ما تغدينا جمعت الروينه، غسلت لامي عنات، هنا الوالده شطبات وانا غسلت لامي عنات البنات صافي. ودست كنجفف هنايا غير بلاصه فين كتكون الروينه وصافي. وهنا الغزالات غنحبس معكم الفيديو، نقول لكم تهلاو فريوسكم، سوج دائما انني احبكم في الله قبل ليكم.